اه على الوجع لما يجي في الضلمة، وقتها هتسود الدنيا في وشك، ولو ما متش من الحزن هيقتلك المرض. ده كان ممكن يكون حال منى شبانه لما فقدت بنتها، وقبل ما تشفى من حزنها كان وفاه ابنها اللي قطم ظهرها. لكن ايمانها بالقدر خلاها تقف على رجليها من جديد وتبدا مشروعها اللي نجح يدفن احزانها بعد انضمامها للاسر المنتجه وتحولها لواحده من اهم العارضات في معارض وزاره التضامن بضحكتها اللي قادره تكسر اي حزن في الحياه. معانا الأستاذة منى شبانة اللي منورانا في مصرية، أهلا بحضرتك. ميرسي يا فندم، أهلا بحضرتك. نقول ماما منى زي ما سمعنا من كل اللي حوالين حضرتك. شرف ليا. طب اللي يشوف الابتسامة الجميلة كده والبهجة والسرور اللي على وش حضرتك ما يقولش إن هي دي الإنسانة اللي مرت بكل الظروف القاسية والأحداث. إزاي إن أنت قادرة توصلي وتؤمني بقدرك كده؟ ده يعني أنا بعتبرها قوة إيمان بربنا. لأن في الأول وفي الآخر كلنا ملناش حاجة في الدنيا، هو ربنا اللي بيسر كل حاجة. فدام بيجيلك ابتلاء من ربنا معنى أنه بيحبك بس، وأنا مسلمة أمري له، هو اللي بيسر كل حاجة ونعم بالله. يعني قصة بنت حضرتك هي كانت يعني مريضة، ويمكن ربنا لطف بيها ان هي يعني وفاتها المنية، لكن قصة ابن حضرتك شاب وجاله فيروس نادر واتخطف زي ما بيقولوا ربنا. ازاي قدرتي ان انت تتخطي كل هذه الاصعاب؟ ما انا قلت لك انا وانا بدفنه ما عيطتش، انا بصيت لربنا وقلت له حاجة واحدة، قلت له يا رب انت ابتليتني وانا قبله، بس اديني الصبر اللي عايش بيه لغاية ما اجيلك. اداني الشغل الجميل ده، واداني طبطبته وحب الناس، وده يعني بعتبره كنز ما يتعوضش. يعني الـ الشغل ده نقول هو طاقة النور او الحاجة اللي ربنا طبطب عليكي بيها. بس اكيد يعني كان في مخزون قبل كده، في حاجة ابداعية ما كنتيش عارفة. انا بحب طول عمري الخياطة، طول عمري من وانا في اعدادي يمكن كنت بجيب البوردة وافصل واخيط والبس من ايدي. يعني كنت انا بعمل كل هدومي، ما حبيتش استسلم. عملت قطه عندي في البيت ورشه، وجايبه احدث مكان، الهم ربنا كله ينزل لوحده. ونعم بالله. الحمد لله. فانا بعتبرها ربنا فعلا بيراضيني وراضيني طبعا. طيب خلينا نتكلم عن بدايه حضرتك والاسر المنتجه، لما تعرفتي على الاسر المنتجه وابتديتي تشاركي في معارض، الموضوع جه ازاي؟ ولا هو جه باي لك، بدات بملايات، اعمل ملايات وانزل معارض واشغل نفسي شويه، تبقى حد مثلا صحابي مسافر بره يجيب شنطه اشوفها اعملها. بدات اطور من نفسي لغايه ما وصلت للمستوى اللي انت شايفه ده. ده على مدى 8 سنين. طيب يعني احنا ما شاء الله شايفين طاقة إبداعية رائعة يعني، ويمكن يعني حضرتك معروفة ان انت بتنزلي بشغل مختلف في كل معرض، في كل مرة بتنزلي بلوحات فنية مختلفة. ده راجع لإيه وبتعملي ده إزاي؟ والله ما أعرف، صدقيني أنا بنزل أشتري خامات ومش ببقى حاطة في دماغي حاجة معينة. أنا بنزل أجيب وأرجع البيت أحط الخامات، مخي شغال بقى، وانا بصلي تجيلي فكره مفرش، وانا نايمه مثلا تجيلي فكره اقوم اسجلها. انا مشاها كده، وانا احيانا بفرش واقعد كده، انا عملت ده ازاي وامتى؟ سبحان الله. هي بقول لك ربنا بيطبطب عليا بس، ملهاش تفسير عندي تاني، مش عارفه، وما بسعاش لحاجه، هي اللي بتجي لغايه عندي الحمد لله. مين اكبر داعم لحضرتك؟ يعني اكيد في داعم لحضرتك في حياتك. طبعا 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 الداعم الاول زوجي طبعا، ربنا يديله الصحه. مع انك كنت عماله تقوليلي بيختلف معاكي في مفروشات والوان وده اللي بيتباع. هو اللون اللي يقول عليه وحش اجي المعرض يتباع، اقول له نشن على كله بقى. يعني قول لي على كل واحد عشان ربنا يبارك. هو يعتبر بجد الداعم الاول ليا، ومراقب الجوده بتاعي، لان في البيت انا وهو بس. بنتي متجوزه وفي حياتها، وانا وهو، انا بشتغل واسلمه القطعه. طيب لما جيتي بداتي وقلتي ان انا عايزه اطلع كل الطاقه الابداعيه دي او الشغل ده، هو قال لك ايه؟
كان متوقع ان انت تستمري لمده 8 سنين بصراحه؟ لا، ولا انا كنت متوقع. ما انا بقول لك هو ربنا مشاه كده. انا ما اعرفش قال لك ايه في الاول. بتتعبي، هو طبعا صعبان عليه تعبي. يعني حته ان انا انزل اقعد في معرض 12 ساعه بالنسبه له كتير جهد عليا. أكيد. يعني أكيد. بس انا ببقى مبسوطه، انا مش تعبانه، انا مبسوطه. كل ما بحس ان في حد بيعدي وبيعجبه الشغل وبيقول لي الله، عارفه بيديني طاقه ايجابيه ان انا اعمل اكتر وانتج اكتر وافكر اكتر وادور على افكار اكتر. فبالعكس هو عمره ما وقف ضد الحته دي، بالعكس ده بيشجعني. رفيق الرحلة هو أكتر حد تقدر تتسند وتعكز عليه علشان تتجاوز أحزانك. وزوج منى مش بس كان سند ليها، لكن كان شريك ليها في كل تفصيلة، بداية من اختيارها للخامات والألوان وصولا لتقييم المنتج النهائي، علشان كده أطلقت عليه لقب مراقب الجودة. معانا الأستاذ السيد أسامة إبراهيم، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. نورتنا في مصرية. الله يخليك يا فندم. أستاذ أسامة، إحنا شايفين الأستاذة منى شبانة ست قوية، مرأة حديدية، قدرت إن هي يعني تتخطى كل الأوجاع والصعاب، لكن أكيد الزوج بيبقى عنده تفاصيل مختلفة. والله هو أنا شايف إنها فعلا قوية وتعدت فترة كبيرة من أحزانها، لأن إحنا عندنا ولد كبير كان متخرج من كلية الإعلام وتوفى في ظرف 3 أيام، وهي ما حبتش تستسلم، وبنت تانية برضو قبليه، والحمد لله هي قدرت تحول التعب اللي كانت فيه والإحساس بالمرارة إلى إنها تبقى قوية وتبذل مجهود كبير علشان تتخطى وتنسى كل اللي مرت بيه. أستاذ أسامة، طب ده حصل إزاي؟ يعني يمكن مش بس هنقول أحداث محزنة، لا ده أحزان يعني أحداث قاتلة، ويمكن نجاحها برضو خلى حضرتك برضو تتجاوز كل المحنة اللي انتوا مريتوا بيها. الحمد لله. إزاي ان انتوا قدرتوا تتخطوا مع بعض المحنة دي؟ والله احنا الاتنين من زمان ما بنسيبش بعض، ما بنسيبش بعض في اي حاجة، يعني مرض، فرح، اي حاجة، ما كناش بنسيب بعض، ما بنسيبش بعض فعلا ولا قولي ساعتين. يعني هو النوم بس اللي احنا كنا مثلا بنبقى فيه مش شايفين بعض، انما غير كده هي على طول قدامي وانا على طول قدامها. ربنا يخليكوا لبعض. الله يخليكي يا فندم. بدأت العملية بانها شافت انها عندها امكانيات انها تشوف حاجات وتقدر تعملها، فبدأت بحاجات بسيطة بدأت تعملها في البيت، وبعدين قلت لها ايه رأيك ما تحاولي تستغلي الكلام ده عشان تخرجي برا الحزن اللي احنا فيه والهم اللي احنا بقى معانا. فقالت لي طيب، وبدأنا ننزل بقى السوق نتفرج على حاجات، نقول دي تنفع لكذا ودي تنفع لكذا، لا ده ما ينفعش، لا ده ينفع. وبجانب ان هي رؤيتها كانت ثاقبة فعلا، يعني هي كانت الحاجات دي مخبأة جواها انا ما شفتهاش قبل كده، لكن بعد الفترة اللي احنا مرينا بيها الحمد لله هي بدأت تختار حاجات جميلة، وأنا بدأت أساعدها في أن أنا أديها رأيي.
وزارة التضامن فيها ميزة جميلة جدا إنها بتدعم أي حد بيشتغل هاند ميد أيا كان وبتخلق له فرص شغل، ومعاهم كمان جهاز تنمية المشروعات صغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر بتاع الجهاز مبنى مشاريع برضو نفس الفكرة، بيعمل لنا تراثنا على مستوى رهيب. هل لي مطالبات معينة أو مواصفات معينة عشان تشاركي في المعارض دي؟ لأن اللي بيسمعنا أكيد هو نفسه يبقى مكان حضرتك ياخد فرصته، هل ده متاح مع وزارة التضامن؟ أي حد بيشتغل هاند ميد يروح يقدم شغله لوزارة التضامن وما بيغزلوش حد، لو شغل فعلا هاند ميد ومستوى بياخده على طول وما بياخدش وقت في أول معرض بعد كده بينزلوه. مش طيب، من الحاجات برضو يعني اللي ربنا تطب عليكي بيها وهي صاحبتك اللي طبعًا هي يعني أقرب حد طبعًا ليكي طبعًا، ويمكن احنا شفنا العلاقة ما بينك وبين بعض وانتي قلتي ان هي تعرف اكتر منك. هي الدعم الرئيسي ليا. احكي لي بقى القصة جات ازاي والعلاقة برضو من خلال المعارض. كانت يعني بتيجي تتفرج وهي كانت بتعمل كروشيه وبتنزل معانا، وبعدين اتجهت اتجاهات تانية وبطلت، بس علاقتي بيها مستمرة. ان هي عارفة ما تحسي حد من جواه حلو نقي وفاهمك، هي كده يعني. ممكن اتكلم معاها في اي حاجة وفي كل حاجة دون حركة. انسانة عاقلة وفاهمة وبتميز وتقدر صح. فدي تقريبا من لانتمتي يعني. ما دعمتك ازاي؟ بتقولك ايه على شغلك؟ لا، ممكن تجيب لي افكار، ممكن لما اكون عاملة حاجة تقولي لا منى دي حلوة قوي، طب طوري فيها اعملي كذا كده، اما اعمل فكرة جديدة بعتها لها ايه رأيك، تقولي لا جو اهد كده يعني. مع بعض على طول، اي حاجة بعملها بعرضها عليها لازم تقولي رأيها. قابلنا في وقت كانت هي عندها ابتلاء جامد قوي، وكانت نفسيتها وحشه جدا ومحتاجه حد يكون دايما جنبها او سبورتنج ليها، لانها كانت ما عندهاش حاجه، ولا عندها شغل ولا عندها حاجه، وكانت نفسيا تعبانه جدا. فقعدت معاها وقعدنا نتكلم وكده، حسيت بيها انها انسانه من جوه حلوه قوي، متصالحه مع نفسها، راضيه بقضاء الله، ومع كده عندها طاقه ايجابيه حلوه قوي. فقلت لها طب ما نستغل ده في انك تعملي مشروع صغير تبتدي بيه وكده. هي بتحب الشغل قوي وبتحب تبقى مشغوله بحاجه مفيده، مش انها تقعد في النادي تتسلى بس كده. فابتدت بمشروعها صغير، ابتدت تعمل حاجات صغيرة ونعملها كده في كورنر ونشوف معرض الرواد وكده. فلقت قبول من الناس، وهي إنسانة بمعنى الكلمة، عندها طاقة حب لكل اللي حواليها، فكانت عارفة زي ما تقولي بتجذب الناس ليها من غير ما تقول حاجة، ودايما ابتسامتها على وشها، وبتحاول تكبر مشروعها وتعمل حاجات جديدة فيه عشان ما يبقاش ممل يعني. فحسيتها قوي وابتدينا نبقى مع بعض دايما، علاقتنا توطدت جدا، وبحس معها براحة كبيرة قوي لأنها على طبيعتها وإنسانة من جواها نقية قوي. فده بالنسبة لي كفاية قوي لمواصفات صديقة هتبقى قصة جدا بالنسبة لي. طيب، يعني مشروع وقصة نجاح زي ما احنا شايفين، لكن جت بعد شلال من الأحزان وشوية يعني أحداث سيئة جدا هي مرت بيها، قدرت ازاي ان هي تتخطى كل هذه الأحداث؟
بصي بالصبر وبالإيمان، يعني أوحش فترة كانت فيها كانت أول عملت المشروع، وبعدين جت فترة كورونا. فترة كورونا دي انتكست فيها انتكاسة وحشة جدا، لأنه ما كانش في شغل خالص، وشبه محبوسة في البيت، ما بتخرجش ما بتعملش حاجة. فكانت أوحش فترة مش عارفين نخرجها منها إزاي، لأنها قاعدة في البيت على طول وبتعيط على طول، وكل أحزانها بقى تمكنت منها. فحاولنا نخرجها، ننزل نروح لها البيت، نعمل أي حاجة نعدي الفترة دي بأي طريقة يعني. لكن الشغل أكتر حاجة في موضوع المعارض او مشروع حضرتك ده بقى لك 8 سنين، يعني نقول يعني في ظل الجمهورية الجديدة، هل حضرتك شايفة ان المرأة المصرية اخذت حقها؟ جدا. في ظل الرئيس سيسي اكتر رئيس دعم للمرأة فعلا. على المستوى الشغل بتاعنا يعني سيدات كتير جدا جدا بيعملوا في بيتهم وبينزلوا معارض فعلا وبيربحوا وبيشتغلوا بدور عالم حلوة قوي. ممكن اللي يشوف حضرتك دلوقتي يقول لا ده هي ممكن مدام منى نازله تتسلى تسالي وقتها، الموضوع مش مربح، ممكن تكون بتصرف، هل الموضوع فعلا مربح؟ اه طبعا. واوعى تصدقي واحد بيقول لك انا ما بكسبش. لو ما بكسبش مش هينزل. وانا من هنا بدي رساله لاي ست وراجل، اي ظروف تجي لك اوعى تخليها توقفك ايا كانت. انا ما دي الرساله، مفيش اكتر من الموت، دي الرساله اللي انا عايزه اقولها لحضرتك. لو اي حد مر ما تستسلمش، ودايما دايما ارضى بقدر ربنا وقول الحمد لله. ربنا هيزيدك وهيطبطب عليك وهيخلق لك حاجات انت مش متخيلها. بس انما الشغل، اي ست عندها اي مشكله اشتغلي، الشغل هو الحاجه الوحيده اللي هتخرجك من ده. انا اللي خرجني من هزمتي الشغل. وما خدتش وقت على طول، ما اديتش فرصه للمشاعر السلبيه تتملك مني، حولتها الايجابيه على طول، والحمد لله ربنا كان معايا. استاذه منى، يعني احنا عايزين نتكلم شويه عن المنتجات بتاعه حضرتك، وانا شايفه اكتر من منتج، وكل قطعه يعني ليها حكايه ليها قصه. يعني احنا قاعدين عمالين نتفرج انا واصحابي، ده احلى، لا دي احلى، طب الشنطه، احكي لي بقى كل قطعه بتتكلم عن ايه. هل انت واخده شكل معين، واخده اسلوب معين؟ يعني انا بميل للشغل العربي، اولا شيك ومطلوب ونتيجته سريعه. اي تاتش صغير بتحطيه بيبان، بيبقى رونقه حلو. وبعدين انا شغلي كله يونيك، وان بيس، ما بكررش. ممكن اعمل مثلا تو سيت مفرش مثلا زي اللي وراكي ده الموف ده، مثلا قطعه متر في متر، بعمل معاه ممكن شيمون دي طابل، على اساس لو واحده عندها بوفيه وسفره، ظهري كنبه وترابيزه تويست، حيطه، يعني بعمل قطعه ممكن تستخدميها في كذا حاجه. ضفت بقى السنه دي جديد ايه؟ مفارش السفره دي. ده مفرش سفره كبير، مترين ونص في متر ونص. اما بتفرديه التطريز ده بيبقى زي الشمندو طبل في الوسط. وعامله له رنر او شمندو طبل برضه لو عايز تحطيه على بوفيه. يعني عارفه بحاول ايه؟ اديكي تاتش صغير في البيت بس ينور. طيب تقولي ايه عن معرض ديارنا، وهل هو فعلا داعم للمرأة المصرية اللي عايزة تطلع طاقة إبداعية، عايزة تطلع موهبة معينة؟ طبعا. طبعا داعم وداعم وداعم وداعم، وبيعمل معارض على مستوى 27 محافظة، يعني في سوهاج بيعمل، في الأقصر بيعمل، في المنيا بيعمل، وبيعمل أساس، وبيعمل حرف متنوعة. أي حد فعلا عنده طاقة إبداعية ينتج ويروح وزارة التضامن يقدم هيخدم. استاذه منى، يعني احنا اتكلمنا عن المفروشات والحاجات الجميله اللي احنا شايفينها، لكن ما اتكلمناش عن الشنط برضو. يعني الشنط مستوقفاني سواء الجولد او السيلفر او كده، برضو الفكره كانت ازاي وبدات فيها امتى؟ والله بصي انا بدا فيها من فتره، من 5 6 سنين.
يعني واحده كانت جايبه شنطه من اسبانيا وجت ورتاني، فقلت لها طب ما دي سهل جدا انفذها واحسن منها. وفعلا بدات بقى الافكار تتوالى. عارفه يعني بقول لك انا بنزل مثلا، هديكي مثلا الورد ده مثلا، انا بنزل اتمشى في السوق اشوف بتجيبيه وخلاص، اه ايه الحاجات الغريبه اللي تشد عيني هجيبه بقى، عندي حصيله اجيب مثلا دفعه شنط، اقعد بقى اركب بقى على مزاجي، مره ثابت وراكي لو بصيتي متقطع متنطر. يعني بحاول استغل المنتج اللي قدامي في اكثر من حاجه، بحس يدي شياكه ومنظر. طيب استاذه منى، يعني الطاقه الابداعيه والافكار دي كلها طلعت من 8 سنين فاتوا، ويمكن علشان مريتي بظرف صعب وخرجتي من الظرف ده بالطاقه الابداعيه الحمد لله. لكن ده يخليني اسال حضرتك، لكل واحد عنده موهبه، احفادك مثلا اللي حواليكي، هل انت شايفه ان عندهم موهبه بيساعدوا حضرتك؟ انا عندي حفيدتين نازلي 10 سنين نازلي، وعندها اختها الصغيره نايله 3 سنين ما شاء الله. نازلي عايزه تطلع فاشن ديزاينر، بس دلوقتي انا شجعتها قلت لها مش بتعرفي تعملي؟ قالت لي اه. قلت لها طيب، راحت جابت خرز وبتقعد تعمل بريسلت ونيكلس، وبجيب لها ترابيزه هنا في ايام الويك اند وبتقعد معايا تبيعها. اوعى تستسلم لحزنك وتسيبه يرسم تفاصيل حياتك، قاوم وعافر علشان تستمر الحياة اللي وجودك فيها ممكن يكون الأمان لغيرك. ودي كانت رسالة منى اللي قدرت تقدم لينا نموذج جميل وقوي للصبر على الابتلاء وقصة تحدي وإرادة من حكايات مصرية.